السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا. دلوقتي انا هحط ايه، هنعمل التتبيلة بتاعة الفيليه، او ممكن تمشي معانا في ممكن نعملها نفس الحاجة في ايه، في الكنتاكي. حطيت دلوقتي 2 من البصل، وواحدة من الطماطم، 3 فصوص ثوم، نص من الفلفل الرومي، 3 حبات من الفلفل الاخضر عشان دي تطعم. حطيت 1 كوباية من الزبادي، نص كوباية من الزبادي، معلقة كبيرة من مايونيز، وحط كزبرة ناشفة، وبهارات اللي احنا عايزينها، فلفل اسود، بهارات اللي احنا عايزينها الموجود نستعمله يا جماعة. فلفل اسود، ايوه. هنحط كمان دلوقتي زيت، ممكن نحط زيت زيتون عادي او زيت عادي عندنا، اي زيت. هحط معلقة صغيرة من الخل، هنضربهم مع بعض وهنرجع نحطهم. يا جماعه ما نحطش كتير لو سمحت، عشان ايه، الملح، الصويا الصوص اللي احنا حاطينه، احنا حاطين صويا صوص، انا استقول لكم معلش، انا اسفه. بعد كده بتملح، فخلي بالكم من الملح. تمام. بعدين هنحط صدور، انا جايبه 1 كيلو من صدور الدجاج او الفراخ، هنتبلهم كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين. وبعدين احطها لمدة 2 3 ساعات في الفريزر، قصدي في التلاجة العادية تحت. دلوقتي هنحط بقى 1 كوباية من الدقيق، ونص 1 كوباية من دقيق الذرة، مش موجود بلاش منه خالص، يعني ده اختياري. احط مسحوق الخبز او بيسموه عندنا بقسماط على ما اعتقد، والله نسيت. طيب هحط بقى، ده اختياري برد، بس بيدي طعم جدا جدا حلو جدا جدا. بحط 1 كوباية من الكورن فليكس، بيدي طعم جميل جدا. شويه ملح صغيرين جدا، خلي بالكم الملح. فلفل اسود، عايزين تحطوا بهارات حطوا. ده يا جماعه فلفل مجروش، اللي عايز فلفل احمر مجروش، اللي عايز يحطه حطه، مش عايز خلاص يحط. عايزين نحط معلقه من التوم البودر، ومعلقتين من النشا، دقيق النشا. تمام. لو حاجه مش موجوده عندنا يا جماعه نكمل خالص، مفيش مشاكل، الجوده بالموجوده، ما نكلفش فوق نفسنا، فوق يعني فوق الطاقه. يلا بسم بسم الله على اكلنا كده، ونبدا نعمل الاكل بالراحه. تمام كده يا جماعه، اهم حاجه تاخد راحتها في العمايل. 2 بيضة هنضربهم كويس مع شويه ملح وشويه فلفل اسود. نعمل الحاجه براحتنا، بعدم الاستعجال بيخلي طعم الاكل جميل يا جماعه، ما تستعجلوش. يعني هنتبلها دلوقتي، بعد ما نتبلها يعني نحط، نجيب دجاج، شرايح الدجاج، ونحطها في قلب البيض، ومن البيض على الخلطة اللي احنا عاملينها بالدقيق، ومن الدقيق هندوس عليها جامد يا جماعة، ماشي، دوسوا على الدقيق عشان يمسك فيها. تمام، دوسوا بايديكوا كده بس، اللي عايز يدوس يعمل بالمعلقة يعمل بالمعلقة او الشوكة، دوسوا بايديكوا كده جامد. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، دوسنا جامد كده وظبطنا الدنيا. هنحطه في طبق غير، وهنحطه من في التلاجة لمدة ساعتين او ساعة او 3 ساعات براحتكم، عشان الغطاء الخارجي يمسك في الدجاج وما يقعش واحنا بنحمره، دي معلومة. تمام كده، دلوقتي بعد 2 ساعة يا جماعة هحمر في زيت، انا ما بحبش الزيت يبقى غزير عشان انا برمي بعد، شفت مش سخنة اوي ازاي، يعني حلوة متوسطة الحرارة. ليه بقى؟ عشان لو الزيت سخن معانا هيحمر من جوه بره بسرعة، ومن جوه هيبقى يفضل ني، والغطاء الخارجي هيقع مننا. تمام، فلا نصبر على الاكل بتاعنا يا جماعة، وشوية شوية لغاية ما الحاجة تستوي معانا. شوف اول ما احمرت، من انا مش بقلبها كل شوية، اهو اول ما شفتها الحروف احمرت عرفت ان هي احمرت من تحت فقلبتها. ليه بقى؟ انا كل شوية هقلب فيها هتشرب زيت، هيبقى كده سايب كده مش حلو خالص. تمام كده خلصنا يا جماعة، نحط كمان كم واحدة، طبعا احنا براحتنا وعلى الاخر.
بألف هنا وألف شفا، كلوه مع جنبها مع أي حاجة بقى أنتوا عايزينها، بألف هنا وألف شفا، مع مكرونة، مع رز،